يا حلو القاهرة، ويا حلو احتفالات القاهرة وأجواء القاهرة، ويا حلو كلام أبو خالد يوم شكر فيه بابا صباح ربي يحفظه ويرعاه وقال له أحبك، فعلا نحبك ونعمل دائما من أجل رفعة الكويت وإيد بإيد معاك، يا رب يحفظك ويدوم عليك هذه الصحة وهذه الابتسامة الجميلة الرائعة، وظل على راسنا تاج الروس يا بابا صباح ويسعد صباحك. نروحك سمية. سمية دائما المنقذ في حالة الناس اللي ضايعة ما تدري شنو تسوي في حياتها اليومية، ملت من لايف ستايل معين، ما تدري متى تاكل سناك، متى ما تاكل، في ناس تحتاج، في ناس ما تحتاج. صباح الورد سمية. صباح النور غادة. مثل ما قلت اليوم موضوعنا عن السناكس أو الوجبات الخفيفة، يمكن هو موضوع وايد مهم لسبب أن الناس تغفل عن الوجبات الخفيفة كون أن هي تسميها وجبة خفيفة، لكن ممكن تكون هي السبب الرئيسي لزيادة وزنها. خلينا نقول شيء قبل لا تكمل، ترى بدور بفتن عليها ما تاكل وجبة رئيسية، تاكل سناك بس. سناك يعني غالبا أكثر شيء سناكس. والسناك مالش صحي ولا مو صحي؟ والله يعني يحلو الكاكاو. هذا طيب الكاكاو جايبين احنا معانا كاكاو اليوم، بس هو نوع الكاكاو والكميه، يعني لما تقولي لي اكل كاكاو دارك او الكاكاو الداكن الاسود فهذا اختيار جدا موفق. بس لما احنا غالبا نروح حق الكاكاو اللي هو عاده الكاكاو الداكن 70% كاكاو و30% حليب وسكريات واضافات ثانيه، اما الكاكاو الثاني فهو 30% او 20% من الكاكاو اللي هو الكوكو نفسه، والباقي اللي هو الحليب والسكر. يعني كل ما كان دارك احسن، كل ما كان دارك المكان احسن ولا فوائده اكيد. فهي لها فوائد وايد في الكوليسترول، عاده الكاكاو العادي بسبب سكرياته ممكن يرفع الكوليسترول، بس الكاكاو الداكن مفيد وايد حق الكوليسترول، اذا هو مفيد حق القلب، مفيد حق ضغط الدم، وسعرات الحراريه طبعا لا تقارن بالسعرات اللي جايه من الكاكاو العادي. اليوم عندنا افكار بسيطة ممكن بعضها يكون سهلة التحضير وبعضها ياخذ شوي وقت بالتحضير، حق أطفالنا وحق أهلنا بالبيت، إنه شنو ممكن ياكلون وجبات خفيفة، يمكن فقرة مهمة وايد حق الناس اللي تبي تنزل وزنها وما هي عارفة شنو تاكل بين الوجبات. أول اختيار بتكلم عنه اللي هو يناسب الناس اللي مسوين ريجيم أو يبون ينزلون وزنهم، هو الصحن اللي عندك هذا حلو يشوق، بس ما حد يصوبه ما أدري. هو خضار معاه بالنص يارو بروب معاه شوي زيت زيتون وليمون او انه حمص، طبعا الحمص سعرات الحراريه فيها اكثر من الروب، لكن كل ما هو عليك ان انت تغمسينه وتاخذينه، طبعا السعرات الحراريه بدال الشيبس، ها بدال الشيبس طبعا وبدال الكاكاو طبعاً. بدال الوجبات الخفيفه اللي عاليه بالسعرات الحراريه. غالبا يجينا سؤال وايد عند مراجعين اللي يسوون دايت، إذا يعت شنو آكل؟ يعني صح. إحنا نحط جدول كامل، ريوق، غدا، عشاء، وجبة خفيفة مثلاً، حبة فاكهة صح. بس يقول أيوة يعني ما أقدر فشنو آكل؟ هذا هو الأشياء اللي أنت ممكن تاكلها اللي هي الخضار الأوبن، خلنا نقول مفتوح، خلنا نقول الأوبن إيه، يعني مثلاً الفلفل الألوان، الخيار، الطماط، الجزر بكميات مدروسة لأن الجزر فيه نشويات، لكن هذه الأشياء ممكن تاكلها وأنت ما تحاتي أن الدايت مالك ممكن يخترب لأن سعراتها لا تذكر صح. سعرات الحرارية وايد قليلة، فأي واحد مسوي دايت وضايق خلقه ما يعرف شنو ياكل او اليوع مأثر عليه فعنده يقرص هذا ما يقرص اي ادري والله قاعد ادري عشان كذي هذا الاختيار موجود حق الناس اللي يبون يسوون دايت. ويمكن ترى غاده ماخذه مني يمكن 7 دقائق وانا احضر، المهم انه اكون انا مشتريه الاغراض الصح من الجمعيه، وبالتالي لما انا ايوع فتره الدايت مالي لا انا عندي الاختيار الصحيح، فهو كل اكلنا يعني يطبق من انا شنو شريت من الجمعيه صح. انا شريت اشياء صحيح إذا راح أكلها، أنا شريت خرابيط وبطاط وكاكاو ومشروبات غازية فأنا راح أكلها يعني أشيلها من قدامي ها، فأنا ما أجيبها البيت من الأساس نعم. صح. لأن في ناس أول شيء ما يقدرون يقاومون، يعني موجودة ما خلاص لازم يأكلها، فتوفر الأشياء الصحية بالبيت هو سبب رئيس أن أنا يكون اختياري صحي وبالتالي نزول صحيح في الوزن. حلو. اختيار الثاني طبعا للوجبات الخفيفة يمكن خاصة حق الأطفال اللي هو الفواكه. حلو. الحين الفواكه لو أنا حطيتها يمكن حبة الفواكه نفس ما هي مثلا تفاح يمها برتقال، الأطفال ما راح يتشجعون أن هم يأكلونها، لازم تكون مقشرة ومسوية بطريقة معينة صح. فهني عندنا ستكس معينة حق الفواكه يمكن الأطفال لما يشوفونها يتشوقون، وإحنا بعد الكبار هم لما نشوفها نتشوق أن إحنا نأكلها وبالتالي نقدر نستهلك فواكه، فهذه فكرة حلوة حق الأطفال، وترى هم ما تأخذ وقت وايد، يمكن الأناناس يحتاج أنش تقطعينه صح. بس لما تشتري مثلا التوتيات كاملة بس شكيهم على طول وحطيهم صيخة على قولة سعود بالضبط، كباب فواكه بالضبط. إذا شوف الستروبري العجيبة اللي عليها شوكليت اللي عليها كاكاو، شوف هي غادة الحين صح هي هذه عليها كاكاو، بس الطريقة اللي نحط فيها الكاكاو
قليله مقارنه اذا انا بس هذا مو دارك. هذا مو دارك. هذا مو دارك. اي هذا مو دارك، هذا الكاكاو العادي. لانه شكله يشوب مو دارك. العادي الدارك ما يشوب. تصدقين الدارك احلى. تحبين انت الدارك؟ عجيب عجيب. وادور ادواره وصلت 90 يقولوا لي مار حاكه، بس لذيذ بصراحه. حلو ممتاز. مو اي براند. طبيعي بس انه هو الكوكو عموما الكوكو حلو صح. الحين هذا الهم سعود كباب او سيخ كباب فراوله يصعد لك مع كاكاو. الكاكاو لما انا اغمسه بالفراوله كلها طبعا ياخذ كميه صح. كبيره يعني حتى لو تشوفين لو تذوبين كم بار يخلصون بسرعه يعني طبعا متغطينهم بالفراوله، بس لما تحطينهم بالطريقه هذه فتقل صح. الكميه وبنفس الوقت تشوق الاطفال، وهذه هم حلوه حق الناس اللي يسوون رجيم اللي يحبون الكاكاو ما يستغنون ما يحسون بتأنيب ضميرهم. بالضبط. وايد هم في مراجعين يقولوا سوي لي اي دايت تبينه بس لا تشربيني من الكاكاو، هذا نقطه ضعفي يعني ما طيب اقدر اشيلها. طيب سمية يصير في شوكليت مثلا معينه يقول لك فيها مثلا 100 كالوريز بالضبط 79 يا اسال هالسؤال انه في شوكليت معينه براندز معين اللي تكون مال الدايت صح. في بعضهم ملوت الدايت اللي هم اضافين لهم السكر السكر الصناعي السكرين او السيفي او غيره، فبالتالي قلت السعرات الحراريه اللي جايه من السكر لانهم استبدلوها بسكر بديل، فهم هذا صح ممكن ياخذونه. مشكلته يمكن طعمه مو وايد حلو مقارنه بال في الكاكاو ناس ما تستصيغه. صدقين ناس تصيغه في بعضهم صح في بعضهم حلو في بعضهم ناس ما تستصيغه. في كاكاو عادي اللي هو المود دارك لكن لانه حجمه صغير فتلاقين في 35 سعره او 40 سعره، فممكن ان الواحد ياخذه مع قهوه. وانا دائما هم اقول حق مراجعيني ان الكاكاو كانت صغيره اكلها شوي شوي واخذ معاها فنجانين قهوه تهنى فيها بدل ما ان مره واحده تاخذها راح طعمها. بالضبط. فهذا هني بالنسبه حق الفواكه والخضار. طيب قبل لا ننتقل حق البوب كورن اللي قاعده اشوفه، في اللي مرضى السكر سميه وساعات يعون، يعني هم اغلبهم يعون فيقول لك لازم معاه شغله اساس ياكلها للسكر نفسه. مو بس هذا يحوش هبوط. اي بالضبط. اي فالحين شنو اللي ممكن ياكله اذا الفواكه ترفع السكر عنده او الفواكه ترى حتى مريض السكر هو مفروض ياكل فواكه على الاقل حبتين فاكهه الى ثلاث حبات فاكهه باليوم، يعتمد شنو السعرات الحراريه اللي قاعد يلتزمها. حلو. اذا هو قاعد ياكل فواكه بالحد المطلوب والخبز بالحد المطلوب مو زياده ومع هذا قاعد يرتفع السكر، معناها عنده خلل بالادويه. يعني احنا ما نبي نحرم مريض السكر ونيوعه ونعيشه بمجاعه لانه عشان ما يرتفع سكرك، فانت تاكل طبيعي، تاكل فواكه عادي، ما تشرب عصير الفاكهه اكيد لان العصير السرعة يرفع السكر. اللي ممكن ياخذه هذه السناكات تنفع حق مريض السكر. ترى مريض السكر ما يحتاج دايت خاص حقه ومطبخ خاص يرتب حقه ووجبات نفس اكل اهل البيت، الا ان كميه الكربوهيدرات لازم تكون مدروسه صح. ومتنوعه على مدار اليوم. اذا الحوشه هبوط في ناس تاخذ يعني ايه؟ نفس تاخذ ابر انسولين يحوشهم هبوط. فاي واحد احنا نسوي له مثلا نظام غذائي فيه سكر وياخذ ابر انسولين، اول ما انا اعطيه الدايت اقول له تنزل جرعات الانسولين لان اكيد راح يحوشه هبوط. فاحنا بدال ما ننطر ان نسوي له دايت يقل اكله ويحوشه هبوط، تعال كل كليت سعرات حراريه زياده ماكو فايده من الدايت. احنا نعالج المشكله من اساسها، فنقلل للجرعات عشان ما يحوش الهبوط من الاصل. شوف شنو بعد في اشياء البوب كورن مثل ما انت قلتي او النفيش، هم اختيار يعتبر وايد حلو حق الكبار وحق الصغار. سعرات الحراريه جدا قليله، يعني اذا بتكلم عن ثلاث قلاصات كبار فيهم 80 سعره حراريه. هذا العادي، هذا البوب كورن العادي، ما افضل البوب كورن مال الميكروويف صحيح لان فيه دهون اكثر. وطبعا الكراميل ما كراميل انا قاعد اتكلم عن هذا البلين العادي، فهذا يعتبر اختيار جدا ممتاز حق الناس اللي قاعد يسوون رجيم وحق الاطفال اللي وايد يخربطون بين الوجبات. انا لاحظت انه في بوب كورن لو فات. في لو فات هو لان نسبه الزبده او الدهون اللي حاطينها اقل، هذا هو اصلا ما في دهن، يعني اذا بتكلم عن البوب كورن او الذره ما فيها دهن. أي. هو كله على حسب اضافات اللي هم يحطونهم اياها. حلو. في بودنج هني مسويته انا من البيت جايبت لكم اياه، اللي هو عباره عن حليب اللوز مع شيا بذور الشيا. فانت لو تشوفين الحين شلون متماسك، انا بس بقول لكم شلون طريقه عملها وايد سهله ما يبي لها شيء. اختاروا حليب اللوز. وليش حليب اللوز؟ لأنه وايد خفيف على المعدة. في ناس عندهم مشكلة بالحليب العادي ما يتقبلونه، فحليب اللوز يعتبر أهم حل على المعدة. حالاته حلوة. يعني طيب اللي عندهم قولون سمية ما يقدرون يشربون الحليب العادي فيروحون حق الصويا وحق الألمنز. صح. فحليب اللوز، حليب الصويا، حليب العيش، هذه كلها تعتبر اختيارات بديلة على الحليب العادي. أنا ما عندي معيار معين غادة، بس ممكن ما يشوفون المشاهدين نحط بس حليب اللوز ونحط فوقها بذور الشيا. حلو. يعني الكمية هذه بس تعتبر مناسبة وما نصبها على طول
بالقلاصات، لا يبي لها وقت شويه تحركينها. السبب لما انت تحركينها بذور الشيا نوعها تمتص السوائل، تمتص الماي، فلما كل ما تحركينها بزياده شوي شوي تبدي حتى تحسين انها صارت شوي ثقيله، لان طلع ماده مثل الجيلاتين داخلها، فتعطي قوام حق البودنج اللي احنا بنسويه وبس. وبعدين ينصب بالقلاصات الصغيره وعلى الثلاجه، يبي تقريبا 4 إلى 6 ساعات على ما، من غير مقادير معينه. الحين هو بس عباره عن حليب اللوز ستيفيا، سوري، مع بذور الشيا. ممكن انا اضيف ستيفيا، يعني لو تشوفون اذا تحبين تذوقينه غاده، او اذا تحبون تذوقونه جربي بذور. جربي. اخاف. ليش خافي؟ مهم تجرب. شو المنافسه الحين حق بذره الشيا؟ سوبر فود اللي سمعنا عنها، فهي فيرو. حلو، جربي. جرب. اي بلش قفشه؟ يبلد قفشه بس يطلع من، لحظه خلينا ناخذ واحده ثانيه. عجب. عشان نتلذذ بالطعم ونعرفه صح. شوف ترى هي خفيفه، يعني بدل ما نسوي جيلي ولا نسوي كريم كراميل ولا نسوي كاسترد اللي سعراتها عاليه، ترى هذه حلوه وايد حق الناس اللي بيسوون. والله لذيذه. حلو. حق الناس بيسوون دايت، حق الناس اللي فيهم لا سمح الله سرطان او الامراض هذه، حق مثلا كبار السن اللي ما ياكلون عدل. فوائد بذور الشيا، اول شيء عاليه بالالياف، الناس اللي عندهم مثلا امساك ولا شيء ممتازه وايد حقها، وتنزل الوزن. ليش؟ انها تشبع. فانا لما اكل هذه مع انها الكميه صغيره تلاقينا انت شبعتي، لانها ما ترد تنتفخ بالبطن زياده. وايد عاليه بالاوميجا 3 وعاليه بالحديد. بس كنا سمعت في شيء منافس للشيا بذره الكتان غير السوبر فود اللي هو شنو قلت لي؟ سعود فيرو اسمها شغله شيء مو فيرو سيد. مو سامعك. فيرو سيدز. اي نكست تايم سعود سوي شيء الحين سيدز. الحين يسوون عم جوجل يشتغل وش اسمه نطلعها. بذره بذور الشيا الحلو فيها انه ما لها طعم، انتم مو حاسين في طعم لاذع فيها ابدا، فيها حلات حلوه، فيها ستيفيا. يعني الحين لما ضفت الستيفيا فانا ضفت سكر، ما في سعرات حراريه. حلو. هم هذه شغله حلوه فيها وبس، خلاص يعني خلصنا بس انه نصبها. هاي صار سناك حلو يعني، نوخذ على الضحى العود كذي بعد الريوق. بالضبط. وهذا خلاص تحطينه بالصحون وصار جاهز، يعني حتى الوقت ما ياخذ وقت، اسرع من الجلي والكريم كراميل اذا انا بسوي. شنو في بعد سناكات ثانيه اني انا ممكن اسويها بصوره سريعه؟ رايس كيك. جربتها رايس كيك؟ نو. جربتها. رايس كيك لو تشوفين شكلها تاخذينها مع الحليب بعد صح؟ مع الحليب، فهي مثل هذا اللي منها الكنوة مع الجبنة. فأنت صح، ممكن نحط معاها لبنة أو ممكن نحط معاها زبدة الفول السوداني. فإذا بحط معاها لبنة ترى ما تأخذ هم وقت كلش في إن أنا أسويها، بس أخذ الرايس كيك. حلو. أحط عليها اللبنة. سمية ترى ما لها طعم، يعني اللي ضاقها انا ما ذقتها بصراحه، بس يقول لك انها ما لها طعم، مجرد شيء اروش. صح، عشان كذي احنا نحط عليها اضافات، لان لو تاكلينها بروحها صح فعلا ما تحسين ان لها طعم مميز. انا استخدمها احط حليب وفوق عسل. اي ممكن تحطين معاها مثلا بعض الخضار مثل الكورن فليكس تصير تقريبا. ذكرتيني بسكوتة الفيرلي مالت اليهال. عجيبه مع السيريلاك. فهذه شوفي ما اخذت منه وقت ابدا، بس انه تحطين رايس كيك. الحلو بالرايس كيك انه هي خفيفه، فحتى حق اللي فيهم سكر تعتبر اختيار وايد مناسب. والناس بيسوون الناس بيسوون دايت بعد، لان الرايس كيك الوحده فيها 30 سعره بس، يعني ولا شيء. ولما تحطين عليها الاضافات هم تكون مشبعه. ممكن نضيف عليها زبده الفول السوداني اللي يبي هذا باور فول سوداني. بالضبط. فالحين في عندنا اختيارات، اني اي اختيار ممكن انا اختاره من الفول السوداني، بس اهم شيء انه ما يكون في ماده اللي هي الدهون المهدرجه. ديروا بالكم، لان اغلب الفول السوداني يكون فيه دهون مهدرجه، وبالتالي اكون انا اخذت شيء بدال ما مثلا يكون صحي او ينزل الكوليسترول اللي كون انه هو مكسرات، اكون انا اخذت شيء يرفع الكوليسترول. هذه الوجبه اللي قاعد اسويها الحين من اكثر الاشياء اللي انا احبها. اول شيء مثل ما انا قلت سريعه بالتحضير. صح. بعدين انا لان هم احب البينت بتر. عجيبه البينت بتر. بس انه تفردين عليها وتحطين فيها مثلا تبين معاها موز، تبين معاها فراوله. طيب البينت بتر اثناء الرياضه، في يعني دائما ينصحون فيها الكوتشات انه يقول لك تاخذين بينت بتر قبل الكورس او تايم الرياضه. أي. تعطي باور قويه مثل الكوفي. زين انا اسوي رياضه، بس متى قبل الرياضه؟ بساعه؟ نص ساعه؟ ساعتين؟ عادة ينصحون الرياضيين ان هم ياخذون نسبه وجبه فيها دهون. طبعا الدهون اللي هي فيها تعتبر دهون مفيده، كون ان هي جايه من مصدر نباتي. صح. ولان تعطيك هم طاقه وقت التمرين، فعشان كذي يعني خلال ساعه قبل التمرين ممكن ان انت تاخذين اللي هي البينت بتر
مع اي شيء ممكن انت تضيفينه عليه. فهذا هني بس حطينا موز فوقها وصارت جاهزه، هم ما يبي لها شيء. فاختيار هم جدا سريع، بس انه يتوفر عندكم اللي هو الرايس كيك مع الاضافات اللي احنا بنحطها فيها. عندنا وقت غاده ولا شلون الوقت معنا؟ اي اي يعني دقائق معدودات. هذه الوجبه الثانيه او الرايس كيك الثانيه اللي بالبيت باتر مع حق اللي يحب الحلو شوي. يعني إيه حق اللي يحب الحلو بدل انه ما ياخذ شيء مالح. الحين اخر شيء بنسويه غاده اللي هو اللي قلنا الطبقات اللي هو الروب مع الجرانيولا ومع الشوفان. يعني زين تبين تين تسوينا غاده؟ لا سوي سمي، سوي انا تسوي بس وانا اسوي. بس اللي يحبون مثلا الروب، الروب هم يعتبر ياخذون اللايت او سكيمد. اي فاحنا نحط لايت الروب. حلو. بدال ما ناخذ اللي هو بنكهه، طبعا اغلب الروب اللي فيه نكهه يعتبر نسبه السكر فيه جدا عاليه، فاحنا بس نحط فيه نسوي احنا النكهه بالبيت بدال ما احنا الروب فيه نسبه سكر عاليه؟ لا اذا كان بنكهات يعني. اذا انا ابي مثلا اخذ وجبه خفيفه حق الاطفال. لا اذا انا باخذ وجبه خفيفه حق الاطفال فيها خلينا نقول روب بنكهه، انا قاعد اعطيهم نسبه سكريات جدا عاليه. حتى اللايت منه اللي هو قليل الدسم اهم فيه نسبه سكريات، فانا ممكن استغني عنه واحطه في احط انا الفواكه اللي ابيها واسوي ناتشرال وبس واسويه يكون طبيعي. زين حتى الروب يصير ناتشرال. اي الروب ما يصير بالضبط صح. إيه. تتوقعين ان الروب اذا مثلا احنا الروب بس ها تصير لايت هذه ويكون الدسم فيها ما قليل. هذا هو انا اسال سميه الروب اللي نسويه احنا بالبيت، احنا يعني الكويتيين متعودين ترى غالبا يسوون الروب بالبيت. ما ادري انا يعني الغالبيه خصوصا الحريم الكبار تحب تسوي روبتها بالبيت. صحيح. الحين المشكله تبين الجرانيولا اي الجرانيولا ابي عجيبه هذه يعني صدق شوفان الحين هذا الميوزلي. اي هذا الميوزلي شوفان مع فواكه مجففه وبس، وتحطين فوقه الخلطه اللي احنا سويناها. الحين ردا على سؤالك عن شنو سؤالك؟ روبة البيت اللي يسوونها بالبيت. روب البيت غالبا يكون مسوينه من حليب كامل الدسم اللي هو حليب التموين. صح حليب التموين هو هذا اللي قلت. بس هذه مشكلتي الوحيده عشان يصك عدل ويصير بس الصك عشان لا يطلع خاثر. شلون يطلع؟ هو ترى حتى لو سويتي قليل الدسم هم ينفع انه يكون خاثر، عشان كذي الروب العادي بالجمعيه تلاقينا قليل الدسم وخاثر وخفيف وشذيذ، بس لانه نستسهل احنا حليب التموين موجود هو كامل الدسم. بس في ناس يسوونه من حليب قليل الدسم او انه من روب. صحيح. حليب قليل الدسم وبالتالي يسوونه روب. تقدرين تضيفين عليه بذور الشيا اذا انت تبين تحطين فيها، يعني اذا الواحد بياخذ وجبه قيمه او سناك قيم يحط هذه الاضافات ما في مانع. صح. وبذور الشيا هم ترى ممكن نضيفها مع الرايس كيك ونحطها فوق زبدة الفول السوداني. كثر ما نقدر ممكن ندخلها وايد بأكلنا، بس مفروض أنه على الأقل نأخذها 3 مرات بالأسبوع مو أكثر. وما مثلا لما الواحد يكون على بعض أدوية اللي هي المسيلة للدم مثل الوارفرين مفروض أنه ما يستهلك بذور الشيا بكثرة، ممكن تتأثر على سيولة الدم. أنا سمعت حتى الكتان نفس الطريقة، يعني بذور الكتان إذا استخدمتيها زيادة على اللزوم ممكن انها تاثر. صح. حتى بذره الكتان هي من نفس ال خليني اقول لك شغله سميه هذه حقك غاده تسلمي لي. اكتشفوا الحين السوبر فود اللي هي المنافسه للكينوا التف، هي التف اسمها تف. بحثي عنها سميه قولي حق سعود. اي حق سعود قولي له المره الجايه ان شاء الله نتكلم عنها ونشوف شنو ممكن وصفات ندخلها فيها، او حتى ممكن نكلم الشيف عايشه مبدعتنا تقدر هم تسوي لنا اطباق صحيه. يعني انا بذوق هذا الفود الصحي بصراحه السناك الصحي. هذا ما حطينا فيه ستيفيا غاده، فما حطينا فيه اي اضافات سكريه. ممكن نضيف الستيفيا اللي يحب الطعم الحلو، ممكن تضيفين عسل، ممكن تسوين بعد منها طبقات. بس هي لازم بعد ما نخلطها ممكن نجمدها شوي بالثلاجه عشان تقدرين تسوين الطبقات. وايد واب صراحه لذيذه ناطعه مفيده وما اخذت وقت يعني أبداً بالضبط. الواحد على قولتك سميه لازم يعرف شنو يدخل جسمه وما يفكر على قولتهم بال 20% من
صح الشيء اللي حق نفسه بالضبط 20% شيء من خاطري 80% شيء لازم صحتي. يكون صحي. والأهم الأهم أنا اللي سمعته منها وايد شدني، لاحظت أنه لما أروح الجمعية وأشتري أشياء مفيدة فعلا ما أمتن. ليش؟ لأنه أنا ما قاعد أشتري كاكاو وخرابيط وهذا، السر كله من الجمعية. بالضبط شلون أنت تنتقين الأشياء اللي تدخل جسمك. نعم. بالضبط. سمية سريعا سريعا شنو سوينا كسناكات للي حاب خاطره ياخذ ضحى ياخذ عصر شنو هو؟ الخضار. اي فقلنا الخضار اللي هو يعتبر ممتاز حق الناس اللي تبي تخربط وقت الرجيم بتخربط بالخضار لان نسبه السعرات الحراريه فيها جدا قليله. الفواكه قلنا اذا عرضناها بشكل مميز راح تشد الاطفال وممكن هم ياكلون فواكه بدل ما احنا بس نحطها بالصحن. الكاكاو نحاول نقلل منه حق اللي مشتهي كاكاو وقت الرجيم، ممكن نضيفه على الفواكه. تكلمنا عن الرايس كيك، في منه هم مسوينه بالكنوه وايد حلو خفيفه سعرات الحراريه 30 أو 35 يعني ما تعتبر وايد. ممكن نحط عليها نبذة قليلة الدسم مع خضار، أو ممكن نحط عليها زبدة الفول السوداني اللي خالية من الدهون المهدرجة. يعني اللي مشتهي مالح ولا شيء يحط لبنة، فعنده نفس الشيء رايس كيك بالضبط يمشي على المالح والحلو. تكلمنا عن النفيش إنها هم سعرات الحرارية جدا قليلة، حلو حق الناس اللي يخربطون وقت الدراسة. في ناس وقت الدراسه الحين احنا جاي وقت الامتحانات الا ما ياكلون شيء وقت الدراسه، حطوا لهم بوب كورن وعليهم بالف عافيه. واللي جاب للتلفزيون بعد، واللي جاب للتلفزيون يعني بدال هالشيبس وهالكاكاو خليكم بالبوب كورن. وتكلمنا عن حليب اللوز مع الشيا بدال الكريم كراميل وجلي. يا هلا ومرحبا، ايش الريحه؟ حياك تفضل عبد العزيز. عاد اليوم اكل صجي عبد العزيز. اليوم اكل صجي مو نفس المره اللي طافت، مو العاب. الله يعطيك الصحه والعافيه. يعني سمعت كلامك وكسرت على طول يا حبيبي. كباب الفواكه واخر شيء قاتل اللي احنا سويناه هذا هو الروب مع الفواكه حلو حتى حق اليهال عندكم عودوهم عليه. شكرا لك سميه. حتى الكبار ترى. اي بالضبط الكبار احنا لازم عودوهم على هالسوالف. صحيح هذه الكادرات الزرت ما عليه سعود. حكينا حلو مع سميه ما ودنا نخلص، لكن خلص لقائنا اليوم معاه. ان شاء الله نلتقي فيك الاسبوع الجاي باذن السميع العليم. ونقول لكم البيت العامر كويت مناصر، كنا معاكم ونكون دايم سلام في امان. مع السلامه. تفضلوا على الضفه. زادهم.